تونس تونس يد واحدة وصل صوتك. ديوك معك هيثم المكي في على اون في ميدي شو على اون. السلام، أهلا بكم. مادة إخبارية دسمة تتهاطل علينا اليوم من كل حدب وصوب في الصحافة المكتوبة، والبداية مع الشروق. آلاف الأمنيين أمام قصر قرطاج، تحركات حتى تلبية الطلبات. والصباح تقول رئيس الجمهورية استقبل عددا منهم طوفان من الأمنيين أمام قصر قرطاج. النقابات الأمنية أو بعضها اختارت التصعيد ومشت تحتج قدام القصر وتمسكت بالمطالب المادية والاجتماعية لمنظورها، والرئيس استقبلهم ووعدهم بالنظر في الموضوع. بتبيع في سبرنا وقت اللي قطاع مهني يحتج ويقرف ويطالب بزيادات، مستنسين نحضروا على انتفاضة واسعة وموزيكة البي شانعة من جوقة إعلامية تخدم بصفة تطوعية مهمتها التهجم الشرس على المضربين وهرسلة الرأي العام ببروباغندا مش وقته باش تبركوا البلاد وتخربوها والاقتصاد لا يحتمل والاتحاد عصابة تخريب البلاد يا أنانيين يلي مكمش وطنيين يا كخة، وحالة الطوارئ والوضع الاستثنائي والمرحلة الانتقالية والصبر مفتاح الفرج والقناعة كنز لا يفنى. حسيل وذوكم تاع المكتب الخضراء كل يعملوهم مستنسين يذلونا ويعملوهم كل. لكن المرة هذه نسجلوا غياب لافت للجوقة المذكورة وإن شاء الله المانع خير. أما استنى الساعة لحظة برك لحظة. قالت لكم الصريح غدا 85 ألف أستاذ في إضراب. أيوة توا برك جاني خبر عاجل من مصدر مطلع يقول أنه فما توقعات لعودة قريبة للجوقة العجيبة. بتبيعة أساتذة ذوم يعني شنية معناها جوست يقريوا في ولادنا شنا عملوا بهم؟ الفلوس الماشية للمربي الأمني أولى بهم خاطروا يحمي فينا. هذا عين الحق والباقي كله ابتزاز، فهلموا هلموا ننزلوا عليهم بيد المهراز. برا نبدلوا ساعة بساعة أخرى ونمشيوا لآخر خبر اللي رجعت لأحداث الجمعة اللي فاتت وعملت عليها ملف بعنوان الاحتجاجات الأخيرة تعري الاستقطاب الخليجي في تونس، المرزوقي رجل قطر، الحامدي سعودي مستتر، وتحالف الغنوشي السبسي بين المر والأمر. الله 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 يزيودي ما تقول هالكلام. لا 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 مش معقول. لا لا أنا ندد ونستنكر فمش برشا عني. يعني تجند المرزوقي للتلكيش على الإمارات ما يعنيش بالضرورة أنه متاع قطر، وتجند الحامدي للتلكيش على إيران ما يعنيش بالضرورة أنه متاع السعودية. هيا نلعبوا مع بعضنا دعارة فكرية ونعملوا الريحة بحسن النية ونسكروا القوس بمقال آخر أكثر مهنية ناخذوه من جريدة الضمير اللي تقعد ديما تبهرني بحفاظها على البوصلة وترتيب الأولويات. مصر، الثورة تلهب الشارع، قتلى واعتقالات ومظاهرات في ذكرى ثورة يناير، الثوار مستمرون حتى رحيل الانقلاب. أبعي يا اخي الثوار هما ضد السيسي خاطروا ديكتاتور شنيع ولا خاطروا عمل انقلاب؟ تغزر للصورة اللي مع المقال تلقى الجموع هزة تصاور مرسي وبلايك رابعة والشعارات تقول مرسي راجع. اي والله هكا كتبها مرسي راجع مرسي راجع. ايوه يا اختي هي وقتها تتذكر اللي القانون 52 متاع مصر مازال ما تبدلش ومازال يحطم في مستقبل الاف من الشباب في مصر وحتى في تونس. اما ردوا بالكم عادة يا اخر خبر نمشيش الجمعة الجاية نحل جريدة نلقى الضمير رجل اخوان عبد البصير ولا شمن عاملة. هاي عادي زيونا من البلادة ونضبطوا شوية وخليونا نركزوا مع عبقرية ادارة الازمات متاع حكومتنا الفتية. هاي الصحافة اليوم قالت لكم للخروج من عنق الزجاجة الصيد يفتح المشاورات مع المنظمات والاحزاب في البحث عن خارطة طريق سالك لانهاء الاحتقان. فالا جينا هاشي وانا نقولش بيهم التو لا عملوا لا لجنة لا تحقيق، هم عملوا حوار وطني. خاطر في عالم كامل الأحزاب تقدم برامج ينتخبوها تطبق برامجها، كان في النموذج التونسي الأحزاب تتبلعت ينتخبوها تدخل في حيط تعمل حوار وطني وهكا ما تتفض حتى مشكلة. أما يشيخونا في التلفزة بأنتي الصوت وبني وطني على أون.